مخاطر المواجهة بين الفرقاء السياسيين في ساحل العاج قائمة، حيث هدد أنصار الرئيس المنتهي ولايته لوران غباغبو باجتياح المقر العام لمنافسه المنتخب الحسن وترة في مدينة أبيجان. دورية من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وجهت طلقات تحذيرية في الهواء أمام إحدى المجموعات الغاضبة التي حاولت منع الدورية من التقدم. من الواضح أن أي هجوم في العالم ضد قوات حفظ السلام سيعد بمثابة جريمة حرب، فهي مسألة حساسة وخطيرة جدا. وكانت الأمم المتحدة نددت بالشعارات العدائية الموجهة ضدها في ساحل العاج. القرار واضح بهذا الشأن فيما تعلق بهذه النقطة. لدينا حرية الحركة على كامل أراضي ساحل العاج. حرية التنقل هذه ينبغي أن تطبق في أحسن الظروف الممكنة. ويرافق هذا الوضع في المنطقة مفاوضات غرب إفريقية لمحاولة حل الأزمة سلميا تحت مظلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.